السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجموعة نقط خليها في بالك في موضوع الـ argument by value، تمرير الـ argument باستخدام القيم في الـ function. من الـ advantage، من الأشياء الإيجابية باستخدام الـ passing by value، أنه الـ argument اللي أنت عندك ممكن تمررها باستخدام القيمة، ممكن تكون كمتغير عادي جدا، ممكن تكون أرقام اعتيادية أيضا، ممكن أنه أنت تمرر فيها الستراكتس، ممكن تمرر فيها الكلاسز، وأيضا تقدر تمرر فيها الانيوميريشن. الارجومنت ما ممكن تغييرها عن طريق الفانكشن اللي تم مناداتها، وهذا الشيء احنا لاحظناها، واللي بيسمح لنا شو؟ بيسمح لنا أنه يمنع أي مشاكل. يعني أنت ما تقلق أنه أنت عندك متغير عرفته خارج الفانكشن، بعد ذلك لما تقوم بتخالف الفانكشن لا تقلق، الفانكشن مستحيل يستطيع أنه تغيير قيمة هذا المتغير. من مساوئ استخدام الباسينج باي فاليو أنه يعمل نسخة للستراكس والكلاسز، فهذا ممكن يؤدي إلى شوية مشاكل في الأداء، خصوصا لما يتم منادة هذا الفانكشن بأكثر من مرة، لأنه أنت تعرف هو بياخذ copy، ياخذ نسخة. لما ياخذ نسخة من structs أو classes، وأكيد أنت لما تجي تعرف تمرر متغيرات، يعني ممكن تمرر متغيرات كثيرة، ممكن تمرر أشياء أخرى، أو لما تستخدم classes أو لما تستخدم structs، في هذه الحالة أنت لما تنادي هذا الفانكشن أكثر من مرة فهو رح يعمل عملية نسخ 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 نسخ، فهذا ممكن يؤدي على أداء البرنامج. امتى نستخدم احنا الباس باي فاليو اللي شرحناها بالدرس السابق؟ لما نريد احنا نمرر عن طريقها الداتا تايب، مثلا دبل انت عادي جدا، او اذا كان عندك انيوميريشن عادي جدا. امتى لا يستخدم الباس باي فاليو؟ لما تيجي انت تريد تمرر اراي، او تريد تمرر ستراكتس، او تريد تمرر كلاسز، في هذه الحالات ما يفضل انه انت تستخدم الباس باي فاليو. في اغلب الاحيان الباس باي فاليو هو الحل الامثل لتمرير الارجيومنتس في داخل الفانكشن. ليه؟ لانه مرن وفي نفس الوقت امن. مرن لانه انت ممكن تضع اي متغير في داخل الفانكشن، والبارامترات الفانكشن متغير تكون عادي جدا. آمن لأنه أنت بالفانكشن داخلها حتى لو غيرت قيمهم مش حيأثر على المتغيرات خارج الفانكشن. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لل pass argument by value. طيب احنا في عندنا آخر اللي هو passing argument لكن عن طريق الرفرنس. لما نجي احنا نمرر القيمة المناسبة، في معظم الحالات نحتاج إلى أنه احنا نعمل مجموعة شروط أو مجموعة تحديد، نعطي مجموعة شروط مجموعة قوانين. أول شيء لما نجي نمرر كمية كبيرة من البيانات، منها تكون مثلا structs أو تكون class بداخل function، استخدام الـ pass by value السابق هذا حيعمل لك نسخ للـ argument اللي موجودة في داخل من؟ في داخل function parameter في كل الحالات. فهذا حيأثر مثل ما ذكرنا، يأثر على ماذا؟ يأثر على أداء البرنامج. لكن ممكن أنه إحنا نتفادى هذه الحالة لما نجي نمرر هذه الارجيومنت، بدل ما نستخدم إحنا الفاليو أنه نجي نعمل عملية كوبي، ممكن أنه إحنا نستخدم الريفرنس. لما نجي نمرر المتغير بطريقة الريفرنس حتكون سهل جدا أنه أنت تعلنها في الفانكشن كرفرنس مؤشر لمن؟ للمتغيرات اللي اجتي من من؟ اللي اجتي من الخارج. كيف مثلا؟ خلونا ناخذ المثال. التايم يسمح، خلونا نشوف المثال. هنا انا عندي، لاحظ هذا باي رفرنس. الرفرنس بمعنى انه الادرس، عنوانه، مصدره. القيمة فرق عن الرفرنس. الرفرنس المصدر نفسه، من المصدر انت بتاخذها، فهذا نسموها بالرفرنس. نجي نعملنا function، هذا function هو void، ما يرجع اي قيمة. my name num init، لاحظ بناخذ الادرس، بناخذ الرفرنس. بهذه الحالة الان بناخذ الرفرنس احنا،
نضع أي قيمة فيها. هذه الحالة لما نجي إحنا النادي على الفونكشن، يعني لما نجي نمرر إحنا الرفرنس بهذه الطريقة، لما نجي النادي على هذا الفونكشن هنا أنت عندك النم، النم حيكون هو الرفرنس لألمن للأرجومنت اللي هو هذا، حيكون رفرنس له هذا أرجومنت صح؟ نم صح اللي هو argument، هذا حيكون argument عفوا هذا حيكون reference مصدرها من؟ مصدرها النم، هذا هي الفكرة، مصدرها حيكون نم. فبما أنه هذا هو reference فحيتعامل مع المتغير بالضبط مثل ما يتعامل مع المتغير خارج الفانكشن بالضبط، لأنه من المصدر، فأي تغيير أنت حتعملها في داخل هذا المتغير أكيد حيتغير صح؟ فأي تغيير أنت حتعملها على الرفرنس عن طريق الباس عن طريق هذا الارجومنت فبالحالة حيأثر عليها. خلونا نشوف، لو جينا عملنا هذا build وجينا عملنا run، لاحظ هنا أنا عندك النم 5، طيب طبعاً النم 5 لو نجي هنا أنا مثلا عندك نطبع مرة أخرى هنا نقول له save run أصبح 6، بمعنى أنه هذه الطريقة إحنا بنغير الارجومنت أيضا، لاحظ بالvalue لم يستطع تغيير قيمة الارجومنت لكن عن طريق الرفرنس يستطيع. يعني كتوضيح my paint وينك، خلي اشتغل my paint. طيب هنا انت عندك value، هذا حنسميها by value، هذا حنسميها by reference. انت عندك هنا متغير فليكن هذا المتغير رقم 5. لاحظنا بالدرس السابق لما نستخدم بطريقة value، value ايش راح يعمل؟ راح ياخذ copy نسخة، copy نسخة من هذا 5 ويقوم بوضعها في داخل باراميتر ماذا؟ الفانكشن اللي هو مثلا خلينا نقول اي فانكشن عادي fn، وحيضعها هنا هذا 5 وحيبدي بعملية تغييرات في داخل هذا الفانكشن. يعني مثلا احنا نقول هذا 5 حولها الى 6، لما كنا نطبع عادي كان بيظهر عندنا 6، بس لما كنا نطبع على 5 مرة اخرى كان بتبقى 5. ليه؟ لانه حافظ عليها by value، يعني انت تاخذ قيمتها فقط وتعمل نسخة من عنده وتمرر بالفانكشن، لكن هذا حيبقى عندك موجود. by reference لا، by reference يقول انت قيمتك 5 تمام، انا راح اخذ هذا 5 بدون نسخ، اخذ 5 وضعها في داخل الفانكشن، اي تغيير يجرى عليها تحولها 6 انتهى، هذا لم يعد 5 تحول الى 6. ليه؟ لان reference مصدر، من المصدر أنا بأخذ من المصدر، فأي شيء أغير حيدمرها. أي بمعنى هذا عملية نسخ، يعني مثل حالة كيف أنت لما تيجي تعمل كوبي في الكمبيوتر، لما تيجي تعمل كوبي بيست، لما تعمل كوبي في صير عندك نسختين، هذا النسخة مهما أنت عدلت عليها وخيرت وعملت الديليت في عندك نسخة احتياطية، هذا هو pass by value. بينما أنت في عندك نسخة واحدة وقمت بالتغييرات والتعديلات عليها انتهت بهذا المعنى، حتى لو انت عملت ديليت لهذا بدون عمل كوبي إلها، بمعنى انه انت حذفته بالكامل من الكمبيوتر غير موجود، فهذا بنسميها في حاله الرفرنس. هذا هو الفكره باس باي فاليو باس باي ريفرنس. فالبرنامج بالحاله بيشتغل لكن بنشوف انه تم تغيير القيمه بعد منادات الفانكشن، كان قيمتها 5 لكن بعد ما نادينا الفانكشن الفانكشن حول النم الى 6، هذا هو رفرنس، خلاص تحول الى رقم 6 انتهى الموضوع. عرفت كيف؟ طيب هنا عندنا 9 دقائق، خلونا نحاول انه نكملها نفس الموضوع. هذا عندنا في مثال اخر هنا، خلونا نشوف في هذا المثال build run. طيب هنا في هذا المثال احنا بنشوف انه اصبح رقم 5. احنا ايضا بناخذ، لاحظ هنا ممكن نشوف انه الفانكشن قام بتغيير
بالحالة الأولى قام بتغيير الخمسة إلى ستة. بنشوف في هذا الإكزامبل في عندنا مثلا هنا إنت X يساوي خمسة، هنا أنا بقى عندك X يساوي خمسة بعد ما قمنا بمنادات الفونكشن اللي هو اسمه add، يقوم بعمل الجمع بسيطة أنه يقوم بيأخذ هذا الارجيومنت اللي هو خمسة ويضعها في الداخل، لكن by reference لاحظ فيها and، يعمل X X يساوي X plus 1 أي بمعنى Y يساوي Y plus 1 عادي مهما تغيرت، المهم هو بيأخذ قيمة، هذا بيأخذ قيمة عادي جدا. هنا أنا رح يعمل شو؟ رح يعملها رقم 6. خلونا نشوف إذا جينا هنا عملنا copy، جينا عملنا هنا paste، عملنا save، عملنا run، لاحظ تحول إلى 6. بنلاحظ أنه حتى إذا عندك أنت قيمة موجودة خارج هذا الفانكشن، خارج هذا الفانكشن قيمتها 5 وقمت بطباعتها أنه 5، لكن بمجرد أنه أنت ضفت الفانكشن في هذا المكان أخذت هذا القيمة 5 مررتها في الفانكشن، كون أنه هذا by reference بهذه الحالة أي تغيير يحدث في داخل الفانكشن حيعود تأثيرها على من؟ على الخارج. لما جينا طبعا الاكس مرة أخرى تحول من 5 إلى 6. هذا هو الفكرة. أوكي، شا تكون الفكرة وضحت by pass by reference. الفكرة من استخدام الفوائد اللي الأشياء الجميلة من الباي باس ريفرنس إنه بيسمح لك إنه الفانكشن يعمل تغييرات على القيم، يعني أنت لما تحب اليوم تغير قيمة الإكس في برنامجك عادي جدا ممكن تستخدم طريقة الباس باي ريفرنس، أنت تتأكد إنه الفانكشن قابل إنه يغير قيمة هذا الأرجيومنت اللي هو خارج هذا الفانكشن، واللي هو مهم جدا بالنسبة حالتك. مثلا في عندك حالة أنت بدك تغيرها، خلاص بهذا حالة مش حتستطيع أنه تثبت الرفرنس، لأنه هنا أنت صار عندك إنت X يساوي 5 بعد ذلك تحول لي 6، ما ينفعش أنه أنت تجي تستخدم constant مثلا قبلها، لأنه أنت تعرف أنه حيتم تغييرها. أوكي، فهي غير مضمونة 100% أنه حتى لو أنت جيت مثلا في حالات جيت رضعت أنه مثلا const const مثلا، لاحظ هنا أنا بيقول لك invalid argument، ما بيقبل. ليه ما بيقبل؟ لأنه بيقول لك أنه أنا باخذ عن طريق الرفرنس فأكيد أنا حغيرها، فما بيقبل بعض الشيء. كون أنه عملية النسخ ما تتم في حالة الرفرنس، بمعنى أنه هذا النوع من الفانكشنز حتكون أسرع بكثير، ونفس الوقت ممكن انه هي تاخذ حالات الستراكتس والكلاسز، لان احنا نعرف في الستراكتس احنا بنضيف اشياء كثيره متغيرات كثيره، وبالكلاسز ممكن تكون متغيرات كثيره. ففي هذه الحاله احنا ما نقلق بطريقه الباس باي ريفرنس، لن تقلق انه انت يكون عندك نسخ كثيره في داخل الرام، لا بالعكس هو بيعتمد على الريفرنس، ما في عمليه كوبي. الريفرنس ممكن استخدامها حتى ترجع اكثر من قيمه من الفانكشن، تجمع تطرح وهذا امور وبيغير لك الرفرنس. الرفرنس مفروض من عندك انه انت تعمل له انيشاليز، انتبه لازم يكون عندك انيشاليز للرفرنس، فما يفيد انه تعمل فقط تعريف لمتغير. وعادي جدا ممكن انه انت تعمل انيشاليز نول، يعني تكتب بدل الخمسة مثلا نول عادي جدا او زيرو مثلا. طيب ما هي مساوئ الباسينج باي ريفرنس؟ كون انه انت ما تستطيع تستخدم constant reference يعني تثبت الreference، في هذه الحالة ما ممكن انه انت تعمل مثلا عندك حالة معينة احنا اخذناها في دروس السابقة، كنا نحاول انه نعمل الانتجر مثلا constant او character كنا نسوي constant حتى نقسمها مثل في حالة الarray مثلا، هذه الحالة ما تنفع لانه انت حيتغير عندك الreference بمجرد اي تعديلات تعملها داخل functions حيتغير عندك الreference. ممكن انه يكون صعب جدا انه تمرر باراميتر، هذا الباراميتر لازم تأكد 100% انه ليس بالكونستانت، بمعنى الانبوت والاوتبوت كلاهما مفروض ما يكونون كونستانت. جميل جدا. من المستحيل انه انت تغبر الفانكشن اللي بتنادي عليها تقول له يابا او تقول له استاذي العزيز الارجومنت ممكن انه تتغير، لانه الارجومنت اللي تمررها عن طريق الفاليو واللي تمررها عن طريق الريفرنس متشابه جدا،
هنا احنا بنقول add x صح، ما ضفنا علامة and، فلما بتمرر الارجيومنت ما بتعرف هذا الارجيومنت لما بيتمرر هل بيمر على function هو فيها reference او function مثلا فيها على شكل value. اوكي هذا الان value اصبح صح، او على شكل reference، يعني لن تستطيع عن طريق الارجيومنت تتحكم انه هل هذا هو by reference او هل هو هذا by value. طيب امتى انا استخدم الباي ريفرنس؟ تستخدم الباي ريفرنس في حالة تمريرك للستراكتس او كلاسز، وعندك ممكن حالة اخرى انه تستخدم لما تحتاج الفانكشن يقوم بعملية تغيير الارجومنت، يعني مثل هذا الحالة انا عندي الان 5 عادي، مفروض انه هذا 5 لن يبقى 5، مفروض انه يتغير. كاونت عندك مثلا عملية تكرار من 1 لـ10 مثلا وهكذا من أمور. في هذه الحالة أنت إذا تحب تغير في الفاريبل خلاص مفروض منه عندك تستخدم الباس باي ريفرنس. لهنا احنا حنوقف، نكمل وياكم إن شاء الله بالدرس القادم.